عسلامة مسيو. عسلمك. عسلامة مدام. عسلامة. مرحبا بكم. بك انت عايش. بارك الله. مسيو، تجربة الزواج بعد وفاة الزوجة كيفاش تكون التجربة؟ التجربة بالنسبة لي أنا عندي عام ونص توكاي ناجحة. علاش على خاطر توا انت متزوج بالمدام اللي بحذانا؟ ان شاء الله ربي يهنيكم، عندكم عام ونص. على الاولى ولا على الثانية؟ لحظة ساعة، انت تزوجت بعد وفاة الزوجة الأولى. أي. كيفاش تكون التجربة؟ هل القرار معناها انك تعاود تعرس قرار سهل ولا صعيب؟ لا، قرار صعيب. صعيب والاختيار صعيب. أنا قعدت لسنين ما بين الأولى والثانية، وخذيت قرار كان بعد التي ولوتي. فهمتني؟ علاش صعيب؟ خاطر الأخرى زاد قعدت معها 40 عام، عشرة باهية، ما جاتش كلمة أعوذ بالله بيناتنا. راهو نحد فيكم بصراحة، زاد مش وهي تعرفني، هي هذه بنت معناها جارتي مش بعيدة. تعرف المدام من القديمة؟ نعرفها نعرفها. إن شاء الله ربي يرحمها وينعمها. كهو الغالب هذاك هو، جاتها سكتة قلبية توفات. قعدت لسنين أنا ما بيتش نعرس. تجاوزت الموت، تجاوزت الفراق يعني بالساهل والا لا؟ صعيب صعيب، خاصة الوحدة، خاصة الوحدة. ما أنا متقاعد، فهمتني، كنت نخدم في الداخلية وخذيت التقاعد متاعي، وكنت روحي وحدي، ولادي بديارهم بنساهم يخدموا على أرواحهم. الوحدة قاتلة. ياسر ياسر، وصعيبة زاد. هيك وبعت لي بعد أخذ ورد. كيفاش تعرفت على المدى؟ بخلاف انها جارتك يعني. كيفاش هكا جات الفكره يعني؟ جات الفكره، عرفت عليها الزواج. كيفاش مسيو؟ بربي يحكي لي تفاصيل. والله على طريق جارتي، ما نكذبش عليك، ونحن فيك بصراحه راه. فهمني، جارتي قالت لي علاش ما تعرسش انت؟ قلت لها ماك تعرف، انا الاخرى حبيتها بخلاص، وحبيتها معناها عشرة أم صغار وعم صغاري واحد وكل شيء. قلت لي ليه علاش تقعد وحدك وحدة؟ هاي تلا ننعتك ناي البنية، فهمتني، عاقلة وباهية، وأنا نعرفها رو مش ما نعرفهاش، أما ما عنديش كونتاكت به. سلام السلام. أكهو وصدقني، حتى كيف خذيتها اسمها لا نعرف، نعرفها بنت فلان. عرفتوا نهار تصديق مسيو اسمها؟ والخارجه مع بعضنا. كاو عرضت عليها، قالت لها تخوش فلان، قالت لها ما نلقاش خير منه. كاو قلت يا سيدي الاعمال على ربي. قعدت شهر ونص ولا شهرين. شهر ونص. خرجت وحكيتو؟ اي خرجت وخرجنا وحكينا وتعرفنا على بعضنا. اما بعد ما روح من العمره، عمرة، قلت لها تو كاين ما ثم حد شيء، خليني نمشي نعمل عمرة، وبعد العمرة تو نشوف. بعد ما روحت من العمرة تقابلت أنا وياها وحكينا مع بعضنا. قلت لها يا بنتي ثبت روحك، أنت مش تخوني تو كاين، خذيت قرارك. قالت لي هاتو تحكي لك هي. هيك هو بعد يمكن حكيت قلت لك شهر ولا شهر ونص اتفقنا. قلت لها انا توكي خطر كبير وبولادي واحد، ما نعملش عرس برا، انت اعمل اللي تحب في داركم. وكهو وانا هاني موجود. وانا هاني موجود. عملت فرح كامل من حقها مسيو. عملت كل شيء، كل البنات، خاطر هي اول عرس يعني. اول عرس، اول عرس. هاي عملت كيما البنات، عادات وتقاليد نابليه، عاد نابليه ولبسه نابليه و الحمد لله لاباس. الحمد لله. المهم علاقتكم يعني لاباس؟ كيفاش علاقتك بولاد زوجك توا؟ سافا سافا على الاخر. ولادي والله برغم الكبار ماهوش متقلقين انك عاودت تزوجت. هما يحبوها وهي تحبهم. قالت لي انا ربي اعطاني اربعه كبار معناها معرسين، ما لا حملت لا رضعت لا عملت حد شيء، معناها ويحبوها وتحبهم بكل صراحه زاد. مادام يراو في بوهم يعني متهني سعيد، دونك هما اكيد فرحانين، وزيد اكيد يخموا عليك، معناها بونا وحده زعما فاش يخمم، زعما ماكل، زعما لابس مليح، زعما فهمت صحيح. هكاك تكون عندك زوجه يعني وانت مرتاح معاها، هما يتهنوا عليك. الحمد لله الحمد لله. ومن حقك زاده مسيو، من حقك. من حقي انا ما عملتش حاجه ترضي، كان حاجه ترضي ربي. راهو ما عملتش سنه الله ورسوله. هكا انت ما عملتش معناها عرس فيه احتفال، لكن المدام هي حرة. اعمل اللي تحب، قلت لها اعمل اللي يساعدك، اما بالنسبه لي انا راه الوقت الفلاني تروح لي للدار وكهو.
وفعلا هذاك اش صار؟ روح بيا ولدو للدار. جابوها حتى انا ما مشيتش باش نجيبها من دارها. خاطر مقراب لبعضكم في السكنه؟ لا مش بعاد، مش بعاد، حكايه كيلومتر ولا كيلومتر ونص. تحب زيد تسالني سؤال؟ هي سر نجاح العلاقه الزوجيه شنو؟ سر العلاقه سر سر هو التفاهم ويكون حب متبادل ما بيناتنا، وكهو هذاك السر الوحيد. ثماش مشاكل ما عنديش علاش نعمل مشاكل انا وياها، قايم بواجباتي الزوجيه كامله، وهي زاده ما هيش مقصره من جهدها، زاده قايمه بواجبها بالتنظيف، لا هي بدارها ما تخدمش المدام. لا لا لا، الشرط الوحيد العرس الخدمه. لا انت شرطت عليها يا مسيو؟ لا قلت لها انا باش ناخذ واحده باش ترافقني مش باش تمشي تخدم مع هو متقاعد مدام، تزيد مرته نهار كامل تخدم ما يساعدوش. نتصور ما تجيش. والحمد لله انا توكي. بالنسبه لتوك قلت لك عندي عام وست شهور، انا عرست في 2 جويليا 2022. والحمد لله توكي هاني مستقر والحمد لله رب العالمين. وجيتوا تحوسوا في تونس؟ والله صدفه. قلت لها، قالت لي راني قالقه وما قالقه، وديما هي في الدار ما نكذبش عليها، ما عنديش لا سهريات لا عندي هكا الحاجات الزايده كلها، هاي تمشي تهبط لتونس؟ قالت لي نعم، هكا وبالصدفه جيناك لك انت. مرحبا بكم حذايا. بارك الله فيك، عايشك والله كل من حسن اخلاقك والطيبه، حتى انت زاده سمحه وباهي. عايشك ربي يخليك. والله ربي يعطينا القبول ومحبه الرسول. لا الحمد لله الحمد لله. مسيو، باش تنصح كل راجل يعني تعدى بالموقف اللي انت تعديت به، وفاه الزوجه وحاير شنو باش يعمل، وهو عنده فرصه انه يعاود حياته، اكيد باش تنصح؟ انا ننصحه يخمم مليح ويختار البنيه الباهيه العاقله اللي ما يخوش على بعض وكهو. هذاك اش ننصحه؟ ننصحه يخمم مليح ويرزل روحه زاده، ويحكي مع اللي مش ياخذها هذيا، وما يخبيش عليها، يصارحها بكل شيء اللي عنده يصارحها به، هذا سر النجاح. وانا وتعرفني هي، وقلت لها انا من الاول قلت لها كان فيها حاجه قولها لي تو قبل ان نطربطوا بعضنا، قول لي الحاجات اللي تحبهم والحاجات اللي ما تحبهمش. كان انا كانك انت قابلتني كما انا، حتى انا قابلك كما انت. يعطيكم الصحه، ربي يهنيكم. نخلي لكم الكلمه الاخرى، شنو تحبوا تقولوا؟ تحيه لاولادكم ولا حاجه؟ كلمه الاخرى نقول ان شاء الله عامكم مبروك انتم والشعب التونسي كل، وربي ينجح رئيسنا ان شاء الله فيما هو يسعى ليه، وربي يبعد علينا هالسراق وهالمجرمين هذوما اللي عدوا اخذونا 10 سنين. 10 سنين هذوك اخذوهم لنا من اعمارنا، وربي ان شاء الله يفتح عليه وربي يستروا. يعطيكم. مدام تحب تقول حاجه؟ نحب نحيي امي واخواتي واولادي وعائلتنا كله. ربي عايشك مدام. ميرسي. عايش. بارك الله.